تابع الأستاذ مصبح العبد البحصني نائب المدير العام لمديرية الشحر سير العمل في عدد من المشاريع الجاري العمل فيها ضمن مشاريع البرنامج الاستثماري بالمديرية والممول من المحافظة، منها مشروع إدارة محو الأمية والتي وصل نسبة الإنجاز فيها إلى 95%، ومشروع رص وتحسين شارع بوصبع، ومشروع تسوير ملعب الشاحت بالشحر. هذا وشدد نائب المدير العام للمديرية على المقاول المنفذ للمشروع تسوير ملعب الشاحت وتحسين شارع بوصبع واستئناف العمل خلال الأيام القليلة القادمة والعمل بوتيرة عالية وفقا ما هو متفق عليه من مواصفات وخطة مزمنة، منوها إلى استعداد السلطة المحلية بالمديرية لتذليل كافة الصعاب التي تعتري سير تنفيذ هذا المشروع بالمديرية.